السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، اليوم حبيت أنوه كيف تشغل السيارة عندك خاصة في الصباح الباكر في الجو البارد. فبالبداية عندك تشغل السيارة، طفى صوت مال الفيدباك، شغلتها. من أشغلها أبقى أنتظر، أنتظر شوف عداد الـ RPM. لما ينزل عندك راح ينزل عندك العداد مال ار بي ام الى 10 او 1 حسب نوعية السيارة. راح اجي انتظر واسمع صوت المحرك، لان خاصة في الاجواء الباردة على مود تداور الدهون والزيوت داخل الماكينة وش اسمه، يلا اقدر اطلع بيها. وعلى حد الان هو فوق 10 بشوية، انتظر على مود تحافظ الماكينة على مود نقدر نحافظ على الماكينة. من اطلع بيها ورا ما ينزل هسه تقريبا نزل 10، من اطلع بيها راح اطلع بيها على 1 بحيث ما اتعدى بشي 10 او 15 كيلو متر الى ان يرتفع عندي الجيج مال حماوة. من يرتفع الجيج مال حماوة عندي شوي يعني بين ما اطلع الشارع مالتنا الفرعي اصلا الشارع الرئيسي، وراها عاد ادوس وامشي بصورة طبيعية. شوف هسه نزل عندك جوا العشرة، هسه اقدر احرك السيارة وامشي. راح امشي على كيفي اول ما اطلع بحيث ما اتجاوز سرعة 15-20 كيلو متر، دا اطلع داخل الشارع الفرعي مع المنطقة الى ان اتجي للشارع العام، يكون عندك جيش مال حماوة صعد، وراها عاد امشي بصورة طبيعية. هسه انا طلعت من الشارع الفرعي مالتنا اللي مسافة كلش قليلة، صعد عندي جيش مال حماوة والار بي ام نزل عندي، وهسه امشي بصورة طبيعية واضغط الهم ماكو اي اشكال. لا تنسى من الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.